إحياء محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو ما يأمله وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في زمن قريب. وأعلن كيري رابع زيارة له إلى المنطقة هذا العام في وقت بدأ محادثات مع وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني في العاصمة الإيطالية روما. وينتظر أن يلتقي كيري بعد حوالي أسبوعين كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وقال كيري: نحن نعمل على مدى زمن قصير وأتفهم ضرورة محاولة إيجاد سبيل بأسرع ما يكون. وكانت محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية انهارت أواخر 2010 بسبب مواصلة الدولة العبرية بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية التي يريدها الفلسطينيون جزءا من دولتهم في المستقبل. وتتعلق المسائل الرئيسية لهذه المحادثات بالحدود ومستقبل المستوطنات ووضع مدينة القدس ومصير اللاجئين الفلسطينيين.